في كتير من الأحيان بنتمنى يكون عندنا لاعب مصري مميز في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، فما بالكم لما يبقى عندنا 2 إخوات بيلعبوا في واحد من أشهر وأعرق الأندية الألمانية وهو نادي بروسيا مونشنجلادباخ. وللي ما يعرفش، فبروسيا مونشنجلادباخ خرج منه نجوم كبيرة جدا، منهم يوب هاينكس اللي أصبح بعد كده واحد من أشهر وأكبر المدربين في العالم، وتير شتيجن حارس مرمى برشلونة الحالي، لوثر ماتيوس لاعب منتخب ألمانيا في الثمانينات، وكمان ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند الألماني. وبالتالي ما بقى عندنا 2 لعيبة بيلعبوا في النادي العريق ده، واحنا هنا في مصر ما عندناش معلومات كافية عنهم، ما بيحصلش بيننا وبينهم اي تواصل، فهنا اكيد في مشكلة كبيرة جدا. عشان كده النهاردة في ذا سكاوت هنسلط الضوء على اللعيبة دي. طيب دلوقتي السؤال الاهم، مين هما الـ2 اللعيبة دول؟ اللاعب الاول وهو مصطفى اشرف اللي اتكلمنا عنه في اول حلقه من الموسم الحالي من برنامج ذا سكاوت، اما اللاعب الثاني او الاخ الاصغر لمصطفى فهنتعرف عليه دلوقتي حالا، وكمان هيكون ضيفنا في الاستوديو. بس قبل ما يتعرف عليه وقبل ما يدخل في التفاصيل، لو عجبكم البرنامج، عجبكم الفكره اللي بيطرحها وعايزين تشوفوا حلقات اكتر، فما تنسوش دلوقتي حالا تنزلوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، والاهم من كل ده اللايك والشير عشان خاطر توصل حلقاتنا لاكبر عدد ممكن من المتابعين. ويلا بينا نرجع نكمل حلقتنا بسرعه مع بعض. سيف مصطفى هو لاعب مصري الماني بيحمل الجنسيه الالمانيه لانه عايش وحياته مقيم في ألمانيا، وفي نفس الوقت الأب والأم مصريين، عشان كده معاه الجنسية الألمانية والجنسية المصرية، وهو الشقيق الأصغر للاعب مصطفى أشرف زي ما ذكرنا اللي بيلعب في نفس النادي بروسيا مونشنجلادباخ. سيف هو مواليد عام 2006، يعني عمره حاليا 15 سنة. سيف مركزه في الملعب هو اللاعب صانع الألعاب رقم 10، وهو متواجد في نادي بروسيا مونشنجلادباخ من عمر 7 سنوات. كان قبلها في نادي صغير جدا اسمه اسفا وديسبورغ، بعدها انتقل لنادي بروسيا مونشنجلادباخ. من اهم مميزات سيف في الملعب القدره على قراءه الملعب بشكل اكتر من رائع، التمرير الجيد، وكمان تسديد الركلات الحره المباشره بشكل مميز، والاهم من كل ده القدره على تسجيل العديد من الاهداف. عنده معدلات التهديف عاليه جدا. في الموسم قبل الماضي سجل سيف مع فريقه، فريق تحت 14 سنة بالنادي، 16 هدف، وكان هو هداف الفريق بالرغم ان هو بيلعبش مهاجم صريح زي ما ذكرنا. اما الموسم الماضي مع فريق تحت 15 سنة فبعد مباراتين بس الموسم توقف بسبب فيروس كورونا. سيف حصل على جائزة احسن لاعب سنتين ورا بعض في بطولة دولية ودية اقيمت في ايطاليا بمشاركة بروسيا مونشنجلادباخ وارسنال ومانشستر يونايتد وروما وعدد كبير جدا من الاندية الكبيرة في اوروبا. تم اختياره زي ما بنقول احسن لاعب سنتين ورا بعض. مش بس كده، ده كمان جاله عرض من نادي شالكة ولكنه قرر الاستمرار مع نادي جلادباخ. سيف تم اختياره كابتن لفريق تحت 15 سنة بالنادي، وفي الموسم القادم قرر النادي تصعيده لفريق تحت 17 سنة مباشرة. مش بس كده، كمان سيف لاعب دولي، لعب لمنتخبات ألمانيا تحت 14 وتحت 15 سنة، وشارك في 8 لقاءات دولية ودية مع منتخب ألمانيا للناشئين وسجل فيهم 5 أهداف. وزي ما انتم متعودين مننا فكان لازم ان احنا نتواصل مع الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006، كلمناه عن سيف وعرفناه بيه، ووارد جدا نشوف سيف في الفترة القادمة موجود مع منتخب مصر مواليد 2006، لكن كمان ما ينفعش ان احنا كنا نتواصل مع مدرب بس زي ما انتم متعودين مننا. عشان كده النهارده بيشرفنا وبيكون موجود معانا في الاستوديو سيف بنفسه. تعالوا نشوف ونسمع قال ايه ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. اهلا بيك يا سيف معانا في ذا سكاوت. اهلا بيك. خليني في البدايه اسالك عن زيارتك لمصر، وكان ايه شعورك لما شفت الاهلي والاقارب بعد فتره طويله من الغياب؟ انا كنت مبسوط قوي لما نزلت مصر، وكنت فرحان، كنت فرحان برضه اشوف اهلي واصحابي. انت تم اختيارك كابتن لفريقك بناء على ايه؟ انا عارف ان انت كابتن الفريق في جلادباخ تحت 15 سنه، فعايز اعرف ايه السبب. هل انت كنت الاكبر سنا في وسط زمايلك ولا المدرب هو اللي اختارك؟ احكي لنا القصه دي. لا، المدرب بتاعي جالي قبل البطوله وقال لي انا معجب بيك، وانت زميلك كلها بيسمعوا عليك، واللي انت بتقوله لاصحابك بيعملوه في الفريق، وانت بتلعب برضه كل ماتش، يعني بلعب كل ماتش الماتش كله. وبعدين سألني عايز ابقى كابتن الفريق، قلت له اه. بعدين دخلنا في جروب الفريق كله وسأل الولاد برضه عايزين يبقوا مين اللي يبقى كابتن الفريق، واللي معايا في الفريق كله كتبوا سيف الاثنين.
يعني كل زمايلك هم اللي اختاروك كمان انت المدرب وزمايلك. انت حصلت على جائزة احسن لاعب سنتين ورا بعض في دورة كانت دورة دولية ودية اتلعبت في ايطاليا وضمت فرق كبير زي مانشستر يونايتد وارسنال وروما. فعايز اعرف منك يعني تفاصيل عن الموضوع ده وايه اللي انت عملته خلاك ان انت تختير او يتم اختيارك احسن لاعب لسنتين ورا بعض. انا كنت جايب اكتر اسيست في البطولة وتاني واحد باكتر جوان وعشان ما جبتش جوان يعني جبت جوان فري كيك وبنالتي وبلعب الكورنر والماتش كله كان عليا انا. طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا بيهم كتير من المصريين لان الحقيقه انا اتكلمت مع المدرب بتاع منتخب 2006 كابتن مؤمن سليمان عنك فهو دلوقتي هيبدا يتابعك ممكن جدا يبعت لك استدعاء قريب لمنتخب مصر مواليد 2006. فانا عايز اعرف منك هل انت عندك استعداد ان انت تيجي تلعب لمنتخب مصر لان انا عارف انت بتلعب كمان مع منتخب المانيا فموقفك ايه لو جالك استدعاء من منتخب مصر؟ انا عندي الاستعداد العب لمصر وده شرف ليا. شكرا لك يا سيد. شكرا. ده كان لقاءنا مع سيف مصطفى اللي زي ما شفنا وسمعنا اكد انه مرحب بتمثيل منتخب مصر للناشئين مع كابتن مؤمن سليمان. لكن حكايتنا مع العيله الكرويه دي لسه ما خلصتش. فالشقيق الاكبر لسيف هو اللاعب مصطفى اشرف تم تصعيده للفريق الاول بنادي بروسيا مونشنجلادباخ وخاض معاهم معسكر الاستعداد للموسم الجديد. عشان كده كان لازم نسال كمان استاذ اشرف والد اللاعب عن موقف اللاعب بقى من الانضمام لمنتخب مصر خاصه في ظل التطورات الجديده دي. مش بس كده كمان هنتعرف على عضو ثالث لاعب كوره في نفس العيله فتعالوا نعرف مين هو اللاعب ده ونشوف الاب قال ايه ونرجع نكمل حلقه. اهلا بيك يا كريم معانا. اهلا. يعني يمكن احنا من حسن حظنا ان انت موجود معانا النهارده في الاستوديو. دي كانت فرصه حلوه عشان الناس كمان تعرفك بشكل اكبر، تعرف انت بتلعب في نادي ايه ومعلومات اكتر عنك. فعرف كده المشاهدين اسمك ايه، بتلعب في نادي ايه، سنك كام، المعلومات الاساسيه. انا اسمي كريم اشرف مصطفى، عندي 18 سنه، بلعب في الفريق اسمه VfB هومبرغ في الدرجه الرابعه في المانيا والعب خط وسط. طب قولنا كريم، هل جالك اي عروض من انديه اكبر من الفريق بتاعك في الصيف مثلا اللي فات او ممكن نشوفك السنه الجايه في فريق اكبر؟ انا جالي عرض من فريق برضه الدرجه الرابعه بس انا نفسي العب دلوقتي في الفريق اللي انا العب فيه عشان اعمل لي اسم في الفريق واكمل واشوف السنه الجايه يعني العب سيزون كويسه اللي جايه دي واشوف السنه الجايه اكمل اعمل ايه. طب سؤال اخير، نفسك تشوف سيف ومصطفى بقى بيلعبوا مع منتخب مصر ولا مع منتخب المانيا؟ ده شرف لكل واحد يلعب للمنتخب بتاعه. يعني انا ريت يلعبوا لمنتخب المانيا عشان بيلعبوا في فريق الماني وفاهمين اللغه احسن من العربي بس برضه شرف يلعبوا لمنتخب مصر. اهلا بيك يا استاذ اشرف معانا في ذا سكاوت. اهلا بيك يا وسيم. في البدايه كنت عايز اسال حضرتك عن رايك في الكلام اللي قاله سيف عن استعداده لتمثيل منتخب مصر، هل حضرتك متفق معاه في نفس النقطه او شايف الامور ممكن تمشي ازاي؟ والله هو سيف يعني ما فيش مشكله عندنا خالص ان هو يجي يمثل منتخب مصر لان شرف له اي واحد يلعب لمنتخب بلده، بس يا ريت ان هو يقدر ياخد فرصته كامله جدا واحنا مش هنمانع. طيب عايز اسالك بقى عن مصطفى لانه مصطفى يمكن دلوقتي يعني الناس كتير قوي في مصر ابتدت تسمع عن مصطفى خاصه بعد تصعيده للفريق الاول في جلادباخ. فالسؤال برضو لمصطفى في نفس النقطه، هل في فرصه لانضمامه لمنتخب مصر ولا شايف الامور ممكن تبقى صعبه بعد ما تصعد فريق اول ويعني هو كابتن منتخب المانيا للشباب؟ والله مصطفى الحمد لله دلوقتي هو عامل حاجة كويسة جدا مع الفريق بتاعه، ماشي بمستوى كويس جدا. بالنسبة لمنتخب مصر طبعا ما عندناش برضو أي مانع، ده شرف لينا كلنا، ولكن مصطفى ما يقدرش ينزل عن الليمت بتاعه أو هو في مستوى فريق أول هناك، يعني لازم يجي هنا يكون مع فريق أول برضو المنتخب مصر. وياريت بس الفرصة طبعا اتأخرت، لو كان منتخب الشباب أو الأولمبي المنتخب الأولمبي مظبوط احنا ما كناش هنمانع وكان هيظهر بمظهر حلو وكان هيبين نفسه جامد قوي، بس ما يقدرش ان هو يجي دلوقتي يستدعى لمنتخب اقل من اللي هو الفريق الاول عشان يلعب فيه.
يعني نفهم حضرتك انه اذا جاله استدعاء من اي منتخب اقل من المنتخب الاول فصعب، هو لازم يكون جاله استدعاء من منتخب مصر الاول. طبعا طبعا لازم يكون منتخب مصر الاول، لان هو بيلعب فريق درجه يعني فريق الاول دلوقتي المحترفين، فهتبقى نقطه يعني سلبيه في حقه ان هو ينزل اقل عمر سنا ان يلعب بيه. استاذ اشرف احنا كنا سعداء جدا بوجودك معانا انت وسيف وكريم، وبنتمنى كل التوفيق لاولادك الثلاثه، ويا رب نشوفهم الثلاثه مكسرين الدنيا في اوروبا، ونشوفهم يا رب كمان مع منتخب مصر ان شاء الله. شكرا ليكم جميعا وتحيا مصر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبنتمنى الحلقه توصل للجهاز الفني لمنتخب مصر الاول وللكابتن حسام البدري، لان زي ما شفنا والد مصطفى اشرف اكد انه ابنه مش هينضم لمصر الا لو جات له الدعوه من منتخب مصر الاول، فيتمنى ان يكون في اهتمام بمصطفى في الفتره القادمه. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه، لو لسه ما عملتوش سبسكرايب تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.